الآن نحن في مدينة إشبيلية، نأخذ هذه اللقطات الحية من قلب هذه المدينة الأندلسية، عاصمة الأندلس قديما، وهي مدينة بني عباد. نحن نقترب الآن من حديقة القصر الكزر. تعتبر مدينة إشبيلية ثالث أكبر المدن الإسبانية بعد مدريد وبرشلونة، وهي مدينة اشتهرت بالكثير من العلوم، ويخترقها من الجهة الجنوبية نهر غوادالاخارا، أي وادي الحجارة. وهذه ساحة كزر في ساحة القصر في مدينة إشبيلية. وهذه عربات الخيول التي، وذلك مبنى أيضا يبدو بارزا أمامنا. هذه ساحة القصر، قصر إشبيلية. عامرة بالناس والسواح والفنادق وأشجار البرتقال. إذن هذه ساحة المشاة بالمدينة الأندلسية، وهذا مسار للترام، إحدى عربات المواصلات العامة. وهذا جزء من القصر كما هو واضح، ومن بعيد تبدو المنارة الخيرالدا. تحرك الترام بكل بطء مراعاة للناس. انظروا إلى طول الطابور الذي سيريد دخول هذه القلعة والقصر في إشبيلية. كل هؤلاء ينتظرون دورهم. مبنى شاهق لهذا القصر الذي تحول إلى كاتدرائية، تعتبر ثالث أكبر كاتدرائية في أوروبا. Vale la pena, ¿eh? Los niños no. Los niños son los que pasan el tiempo. وهذه هي الكاتدرائية من الخارج، كاتدرائية إشبيلية التي كانت في يوم ما معلما إسلاميا. رجال كاتدرائية. وهذه أو هذا جزء من سور قلعة إشبيلية. نلقاكم على خير.